مرحبا بكم من جديد. ورد الخبر العاجل، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر ما يلي: أولا، يكون منع التجول على مدار 24 ساعة يوميا في أرجاء مدن الرياض. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح الورائعين عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين، متطوعين للغير متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير. البذل عادتنا، منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل. أنا سعيد بتواجد هذه النخبة من الجمعيات في منطقة مكة المكرمة لنعمل بقلب رجل واحد وبيد واحدة، ونطلق مبادرة غذاؤنا واحد التي تهدف إلى تقديم السلل الغذائية والمساعدات. نشتغل اليوم بالمبادرة بالتناغم مع برا بمكة. صار التطوع همنا وبتحت ظله لمنا، منه تعلمنا التسامي. المبادرات ركزت عليها الجمعية هي ثلاث مبادرات أساسية. أولها هي الدعم النفسي للأسر والتدريب ورفع القدرات، بالإضافة إلى السلة الغذائية والإغاثة، وهذا بالتواكب مع وزارة الموارد البشرية. بسمه على شفاه البشر، حب وسلام منتشر، يا محلها الدنيا إذا نترك أثر طول العمر. جمعية المودة للتنمية الأسرية بالمنطقة هي أحد الجمعيات المنفذة. الجمعية مستهدفة توزيع نحو 10,000 سلة غذائية، بدأت الآن ب5,000 سلة، لديها عدد كبير من الأسر المسجلين، وهذا كله يتم تحت إشراف من محافظة جدة وإمارة المنطقة وكذلك فرع الوزارة بالمنطقة واللجنة التنفيذية. أكرر شكري وتقديري للجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم الوباء والبلاء بإذن الله تعالى. بسمه على شفاه البشر، حب وسلام منتشر، يا محلها الدنيا إذا نترك أثر طول العمر. صار التطوع همنا وبتحت ظل